برامي حياتي دي يعني قل لك مواضيع عاتني نقاش كرين ومواضيع دودريج وقل لك وخرة أو مواضيع أنا أبداً منيجي عن تنة تأجاجي. فطبعاً أي ما استفازب إنه نأنه مواضيع بين نقاشين آلية معالجة مواضيع عتشلوت يعني. حوار حرش في بري حرش حوار ومكاربن بشتغلن وأم لهبدوق وحدار بكن وأم نشتغلن بهبر وأم لهبدوق وحدار لكن وأم هب نبينن أم نكارن وجود بيجن چاره سریات تشکیل بیه هم حلولش تشکیل دینم حوار ضروریه بس لسر بنجهك فرخورت بنجهك وطني. نحن كمجتمع سوري بشكل عام ومجتمع الكردي بشكل خاص طبعا بحاجه جاده للحوارات الجاده المفيده اللي راح تؤسس لسوريا الجديده، سوريا المفيده، سوريا اللي بتمثل المواطنين كافه من العرب من الكرد من التركمان الى اخره. لابد انه يكون هناك منصة خاصة لجميع الطوائف، طاولة حوار مفتوح لجميع الطوائف والأسنيات والأديان والأقليات كافة أشكالها لحتى نقعد مع بعض ونتفاهم المستقبل سوريا حتى يعني حتى نتمكن من تحديد كل تغيير كل شيء كان قديم لخدمة المواطن لخدمة الدولة السورية المستقبلية. إما هذه ما مشروع ما چیه که ثقافت اقصای جنیو مرابه هم گی هفته قبول بکن یعنی اساسی هانی عرقی تجه چه پیکاته بی تو کرد بی تو عرب بی تو شرکس بی تو سریان بی گرز نبه اساسی که جبو اختلافه گرز هین سوری باکری سوری تایبت بیتر عمله بنرن زنگین دبه به واپیک هاتیان و به آلیکاری واپیک هاتیان به هفرا رأيي أنه فتح صفحة جديدة بين المكونات كافة ونسيان الماضي والعمل على بناء وطن جديد ينتفي فيه جميع أشكال العنصرية والبغض والأحقاد القومية والهدف السامي يكون هو لبناء الوطن. في حال عقد طاولة حوار أو منصة حوار بين مكونات المنطقة في شمال سوريا أعتقد يعني من أولى الأولويات أن يتم الاعتراف بين هذه المكونات وبحقوق هذه المكونات، لأن دون الاعتراف بالآخر وبحقوق الآخر لا يمكن إتمام الحوار أو إنجاح الحوار. بالنسبة لمنصة حوارية في شمال سوريا أنا مع أي حوار تصير نحو التعايش السلمي بين جميع المكونات الشعوب في المنطقة، وبهذه الحالة نكون قد حددنا من راقد الدماء في سوريا ونتعايش كالسابق في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا.